إذا أستاذة رانيا، من الصعب تخطي هذه الحالة، تخطي هذا الواقع الجديد في عمليات صرافة تتم خارج النظام المصرفي التقليدي أو الرسمي أو المراقب أيا كان التعبير. في البداية مساء الخير أحمد. بالنسبة لموضوع بنوك الظل، زي ما حكيته أو مثل ما تم تعريفه قبل قليل في التقرير الخاص بكم ومن قبل زميلنا العزيز، هي مؤسسات غير خاضعة أبدا لنظام أو لتنظيم أو لمنظمات معينة أو لقوانين معينة، وبالتالي توفر بنوك الظل مصادر بديلة للتمويل من ناحية إيجابية، مما يزيد السيولة في الأسواق المالية ويدعم الشركات والأفراد في الحصول على قروض وتمويل خارج النظام المصرفي حقيقة. لكن أيضا هناك مخاطر نظامية، فعلى الرغم من فوائد هذه البنوك أو أنظمة الظل البنكية كما يشير لها الجميع، فإنها قد تزيد من المخاطر التنظيمية نظرا لأنها لا تخضع لأي قانون ولا تنظيم، ليس عليها أي جهات رقابية صارمة، هي تخضع فقط لقوانين داخلية وتقلبات كبيرة في الأسواق المالية والزيادات المحتملة في حدوث الأزمات المالية، وبالتالي هي تتفاعل مع الأسواق المالية ومع السيولة في الأسواق المالية بشكل مباشر، وهي أيضا مصدر تنافس كبير جدا في جذب العملاء وتقديم الخدمات مع البنوك العادية، مما يدفع البنوك التقليدية طبعا لتحسين خدماتها وتقليل تكاليفها وتيسير شروطها الائتمانية، وبالتالي يصبح هناك تنافس غير شرعي في السوق، لأن هناك جهة تخضع لتنظيمات وقوانين صارمة وهي البنوك التقليدية، وجهات أخرى ليس عليها أي رقابة وليس لدى الجهات التنظيمية أي بيانات تكاد تكون حقيقية أو عميقة بالنسبة لهذه البنوك الظل. أيضا انتشارها في الفترة الأخيرة وهي أيضا قديمة كما أشار ضيفنا العزيز، تزيد من مهمة الجهات الرقابية تعقيدا في مراقبة النظام المالي الأساسي، في رقابة دقيقة لضمان استقرار المال والنظام المالي ككل. لذلك أعتقد أن مثل هذه البنوك يجب أن تخضع للتدقيق والمحاسبة، خاصة في ظل الظروف الحالية من الحروب الاقتصادية بين الدويلات الكبرى مثل أمريكا والصين والحروب التجارية والحروب الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط والتضخم المرتفع وسياسات رفع أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى وعدم وضوح السياسات التيسيرية ومتى ستبدأ في هذه البنوك في الواقع.